فيلم فيه بالنسبة لي أنا في مسيرتي في قدمتي في تجديد تغيير كل ما هو مخفي واللي هو يهم الناس الكشف هذا يحدد مسؤولية شخص الناس ويطالب أن الناس الآخرين ما ينسوش ويحاسبوا أنا بالنسبة لي حتى نشير في الصور هي مسؤولة على أشياء كثيرة لما السلاح على الخيام الدعوية أنا هدوني بالقتل عدة مرات حتى كليت ضربات على رأسي هذا كله ضروري أن يتعرف خطوة في السينما نشوف اللي نحس روحي القدام في ما يزاحمش على جائزة على خطر الموضوع هذايا معناتها ماهوش موضوع تساهل الأفلام اللي تتزاحم ربما على الجوائز أكيد سينوري عندك عليها فكرة الفيلم ربما اللي باش يكون عنده فروض أكبر للحصول على فيلم ذهبي في أي بارتاج سينمائي يظل فيلم السوداني بالحق ستعيش ستموت في العشرين الأفلام التونسية كذلك فما مشاركات التونسية أي أما هنا قلت عاود فيها مشاركات على مستوى التمكن من اللغة السينمائية وعلى مستوى السرد وعلى مستوى البناء تقوى برشا على مستوى الموضوع فقدوا اللي كان عندنا احنا اللي هي قضية عندها مش قضية أيام يدفعوا عليها مش عارف شو يدفعوا أيام قرطاج سينمائية سنين من غير نجيب عياد هذا أكيد كان عنده تأثير وربما فما طابع من الحزن شفناه حايم على الناس قبل أي بس أنا كنت صحابي بيها برشا أكيد أثر لكن هو حاضر بروحه بالذاكرة اللي عشناه كنا معاه نعرفوا ليه نعرفوا عنده برشا منه احنا هو اصغر مني بشويه فرد جيل